أما هلأ رشا بننتقل لمحطتنا الأولى مع عالم الطفل والطفولة. محطتنا لليوم من عالم الأطفال رح نتحدث فيها عن أهمية وطرق وتشغيل مسارات الدماغ الأوسط لدى الأطفال ودوره في زيادة القدرة على التركيز والانتباه وتعديل السلوك في حالات الفروق الفردية مع الاستشارية الطفولة المبكرة رنا أيوب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحي. عم نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم خاصة ببداية العام الدراسي. اليوم نحن بحاجة لكتير تنظيم بوقت أطفالنا كرمال تكون السنة هيك شوي هوينة علينا. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه عم نلاحظ نسبة عدم تركيز بالأطفال في تشويش بالقصة. بداية خلينا نحكي عن تشغيل المسارات. يسعد صباحكم. رح نبلش مع الأهالي بكيف نحن بدنا نقدر ننظم الساعة البيولوجية لجسم الطفل لحتى يقدر هو يشغل مسارات الوعي عنده، يفتح جميع الأيقونات الموجودة بالدماغ، لأنه دماغ كل طفل فيها 50,000 أيقونة، ما عم ينفتح منها لعمر 18 سنة إلا قريب 3,000 أيقونة بسبب تشتت الانتباه، بسبب عدم تنظيم الأهالي للساعة البيولوجية لجسم الطفل، إمتى بده ينام، إمتى بده ياكل. هاي الانضباطات اللي نحن لازم كتير نكون واعيين وعلى دراية فيها، إنه هي اللي بتأثر لدماغ الطفل، بتساعده على التركيز، بتساعده على تعديل سلوكه، بتساعده على تنظيم مهاراته وهو يعرف شو بده. الفكرة بتشغيل مسارات الوعي، نحن في عنا دماغ أوسط، باللحظة اللي نحن بنشغل فيها القسم الأيمن اللي مسؤول عن الإبداع والمنطق والألوان والموسيقى، مع القسم الأيسر اللي مشغول عن التلقين والحفظ والتسميع والأشياء اللي هي بنسب معينة لازم تكون موجودة بالذاكرة العاملة لتنزل للذاكرة طويلة المدى. فنحن بدنا نكون كأهالي واعيين انه نحن كيف نقدر نشغل هدول القسمين مع بعضهم بنفس الوقت بآن واحد لحتى الطفل يكون مستمتع وقدران يعطينا من تركيزه اكثر من الاطفال الباقيين. قبل ما نحكي عن اساليب تفعيله وكيف فعليا فينا نشغلها بطريقه يمكن ونستثمرها بطريقه كثير صح، خلينا نحكي عن اهميه تشغيل هي المسارات، يعني قديش فعليا بتاثر على شخصيه الطفل، على فينا نقول مهاراته، ادراكه، تطور ذاته، شخصيته، كل هاي التفاصيل اساسا معنيه بتشغيل مسارات الوعي عند الطفل. اهم شيء او اكثر نقطه بنركز عليها انه نحن بنعرف موهبته للطفل وين هي، لانه هي بتطلع بالدماغ بالقسم الايمن من الدماغ. نحن بس نعطيه مساحه حره بانه هو يشتغل بالاشياء اللي هو بيحبها بدون ما نحن نفرض عليه انه لا هلق لازم ندرس، الطريقه اللي بدنا ندرس فيها لازم تكون كثير تقليديه، بس بدنا ندرس بده يكون مثلا في كل عائله او كل اسره الى نمط معين باسلوب الدراسي. باللحظه اللي انا بخلي الطفل يعيش حر بوقت دراسته لأفهم انا هو شو اللي بده يشغله، هو بيميل اكثر للاشياء الحسيه او الاشياء العمليه اللي بتعتمد على الفك والتركيب واللصق والقص والبري والمحي. اذا بتشوفوا في اطفال كثير عفشي، نحن بنفكرهم عفشين، هن بيكونوا عندنا فوضى، نحن بنقول عندهم فوضويين او هن كثير مكركبين حالهم، هن بيستمتعوا بهاي الصوره الذهنيه اللي بتكون موجوده قدامهم لانه هن بيشغلوا مسارات الوعي عن طريق قسمي الدماغ. باللحظه اللي انا ما اعمل على طفلي استاذ، انا بقول لهم الاستاذ موجود فقط بالمدرسه، بالروضه، بالجامعه كدكتور جامعه، بالبيت ضل في هذا الاتصال الروحي بين الام وطفلها، انا ام وانت طفل عم علمك تدرسي. نحن بنشوف كثير هاي الصور الذهنيه اللي كانت على دورنا شيء مسطرة او شيء ممكن عقاب سلبي معين وشيء ممكن عقاب ايجابي، فالطفل هون بضله ادراكه محاط انه انا بدي اتعاقب اذا انا ما بدي نفذ او ما بدي اخضع لاوامر معينه. ما بنترك للطفل مساحه واضحه لحتى هو يقدر يشغل هذا القسم. كيف بدنا نقدر نشغل قسمي الدماغ؟ عن طريق أنشطة معينة بيحبها الطفل مو نحن اللي بنحبها، كمان هون الأفكار بتتخالط مع بعضها، إنه أنا بحب ابني يشتغل بهاي الطريقة، ابني يرسم بهاي الطريقة، ابني يكتب بهاي الطريقة، بنرجع نحن بنتدخل بمفهوم حرية الطفل فبنوقف أحد عمل قسمي الدماغ. رنا قبل ما نروح للأساليب ونحن اليوم إذا بالتعداد حبينا نحن نشغل هدول المسارات شو ممكن نتبع؟ ذكرنا جملة الدماغ الأوسط كرمال نعطي المعلومة صح، يعني نحن بنعرف أيسر وأيمن وبنعرف في تدريبات لحتى تشغلي القسمين، يعني يمكن الحساب الذهني بآخر فترة كتير اعتمدوا كرمال تشغيل القسمين. يعني خلينا نحكي بس نذكر شو يعني الدماغ الأوسط، شو قصدتي فيه؟ تمام. الدماغ الأوسط هو تشغيل القسم الأيمن مع القسم الأيسر بآن واحد، يعني أنا باللحظة اللي بدي دخل المعلومة للطفل تكون إيديه عم تشتغل. في مقولة لمونتسوري بتقول فيها دكتورة ماريا مونتسوري، هي اللي عملت أو قدرت تضاهي الأطفال اللي عندهم مشاكل سلوكية أو أطفال اللي عندهم احتياجات خاصة مع الأطفال العاديين، إنه كانت
تنسب مهاراتها بانه اليد هي مفتاح العقل. انا مجرد ما الايد اشتغلت عند الطفل بالاشياء اللي هو بحبها فهون بده ينفتحوا ايقونات للدماغ ويصير في تشغيل للمسارات بين بعضها لحتى يتفوتوا للذاكره طويله المدى. خلينا نروح اساليب، خلينا نحكي عن الاساليب. طبعا اهم شيء بدنا نعتمد بالتركيز، نعتمد التركيز على الاطفال، كيف الطفل ممكن يركز، كيف الطفل بده يدرك قبل ما يركز. واذا الاطفال اللي بيركزوا هني اطفال اذكياء، هذا المخلوط اللي نحن بنخلط فيه، انه اذا الطفل بيكون عنده تركيز كثير شديد فورا بندرجه تحت مسمى انه هو ذكي، واذا الطفل ما عنده تركيز بنقول عنه انه هو قليل الذكاء. بالعكس، الاطفال الاذكياء ممكن ما يكون عندهم تركيز لانه هني ما عندهم ادراك للاشياء اللي عم يعملوها لانه ما في ضوابط. يعني انا ماني ضابطه طفلي بساعه معينه لازم ينام، بساعه معينه لازم يدرس، فايت الامور كلها ببعضها، امتى ما بده بينام وامتى ما بده بيقوم، امتى ما بده بيروح مشواره، امتى ما بده بيلعب، امتى ما بده يمسك ايباد. هذا عدم الادراك الطفل بالزمن وبيولوجيه الجسم يلي هي محدده مرفقه بزمن معين هي اللي بتعمل عدم تركيز للطفل، فبصير الطفل اقل ذكاء، مو لانه هو اقل ذكاء، لانه بتختلط الاشياء لبعضه، فهو ما عنده مساحه حره او وقت كافي لحتى هو يقرا الاشياء او يدرس الاشياء اللي متوجبه عليه او يحل الوظائف او الواجبات اللي متوجبه عليه. شغله ثانيه، انا لحتى احافظ على تشغيل الدماغ الاوسط عند الطفل لازم دائما يكون عندي في صور ذهنيه عم تشتغل. الدماغ الاوسط هو مثل العين السادسه اللي نحن بنقولها، اللي هو عم نقدر نربط بين مسارين بين قسمي الدماغ، فبدي يكون في عندي أنشطة كتير حسية يشتغل فيها الطفل، بدي يكون في عندي حياة عملية وأنا عم يشتغل الطفل. يعني أتركه هو اللي يبري مو أنا أبري عنه مشان يريح له إيده، أتركه هو اللي يلون مو أنا لون عنه، أتركه يتذوق يشم. أحياناً الأطفال بتحب رائحة معينة وهي عم تدرس، أحياناً بتحب موسيقى معينة وهي عم تدرس. هاي الفكرة، الرائحة أو الموسيقى، أو إنه في أطفال كتير بتشتهي مالح أو بتشتهي شوكولا أو بتشتهي أشياء خلال الدراسة. خلال الدراسة هاي الأشياء نحن بدنا نكون كتير واقعيين فيها، انه في اطفال جسمه بيطلب هذا الشيء، طاقته بتطلب هذا الشيء، فنحن ما ناجلها لتخلص دراسي. بده يصير هون موضوع الدراسي عقاب، انا لخلص الدراسي برجع للاشياء اللي بحبها. لا، انا اذا جسم الطفل طلب اي حدث خارجي او اي مثير خارجي له علاقه بالتذوق او بالشم او بالحركه، انا خليه نفذه طالما هو عم يعطيني مهامي. ليه لحتى انا اعمل له مدرسي بالبيت انه انت لازم تكون متكتف وقاعد جلسه صحيه وطاوله معينه يعني وكنبه معينه تدرس فيها؟ دائما مساحات بيوتنا هي مفتوحه، بحب يدرس بالمطبخ خليه يدرس، بحب يدرس بالصالون خليه يدرس، الضيوف مو اهم من اولادنا، صالوناتنا دائما بنخليها للضيوف، بطل في ضيوف كثير بيجوا لعنا، لكن كثير الطفل بيستهوي الاماكن الجديده، فانا اذا اجى على باله يدرس بالصالون ما عليه، حتى لو تكركب هذا الصالون يوم ويومين وثلاثه وعشره وشهر هو بده يرجع لغرفته، لكن هو حابب يغير جو، حابب يفرغ طاقه، وبهي الصور الذهنيه المتغيره لدماغه بتفوت للذاكره طويله المدى وبصير في تشغيل لقسمي الدماغ. طب خلينا نحكي عن حاله الفروق الفرديه، يعني كيف بيكون في اختلاف بحاله الفروق الفرديه؟ مثل ما قلنا يعني تكوين الدماغ هو واحد عند كل الأطفال، بس يمكن طريقة استثمارها مثل ما حكيتيها هي هون بتجعل في حالة فروق فردية بين الأطفال. بدنا ننتبه لإشارة كتير حلوة، إنه إذا كان في فروق فردية أكاديمية ما أنا نمائية، يعني ما له علاقة اضطراب جهاز العصبي أو اختلال بجهاز العصبي اللي هو بيؤدي للتوحد، والاضطراب بيؤدي لصعوبات تعلم، واخر نسبه كانت بالمدارس وبين الاطفال انه هي نسبه كثير عاليه بين الاطفال عم تعاني من صعوبات تعلم، مو لانها هي ما عندها تركيز، بنرجع بنقول لانها هي عندها صار اضطراب بالجهاز العصبي بسبب المثيرات الخارجيه اللي ما انا منضبطه مع الطفل قبل الاهل. يعني الاهل ما عم تقدر تفرض ضوابط انه انا امتى استخدم الايباد، امتى لون، بس العصر بيساعد. يعني احنا ما كنا نشوف قبل هي التفاصيل، لانه يعني البيئه اختلفت، العصر، التكنولوجيا، السرعه، يعني صارت كل العوامل الى علاقه. صحيح، تمام، بتدخل. يعني انت لما بدك تنضبطي وتعملي كل هي الانظمه، مش انت والوحيده اللي عم تربي الطفل، يعني في اكثر من عامل عم يشترك معك. تمام، بس نحن بدنا نكون شوي على درايه انه هذا الشيء ممتد، يعني هذا الخلل اللي بده يصير الطفل بالفروق الفرديه اللي بيكون بين الاطفال ضمن القاعه الصفيه وخارج القاعه الصفيه هو ممتد لحتى يكبروا، لحتى يوصلوا للجامعه، بده هذا ياثر على بناء شخصيتهم لحتى يكونوا شخصيه فعاله بالمجتمع، لحتى يكونوا متوازنين بالمجتمع، يكونوا عارفين هني شو عليهم واجبات وشو لهم حقوق من برا. فهي الاشياء ما بقدر انا من بس يوصل لعمر معين انا اقعد فورا ربيه عليها او علمه اياها، من هو صغير بده يعرف في ضوابط، بده يعرف في اشياء
محببة وفي أشياء أكثر بده يعرف. أنا في أماكن لازم أكون كثير متزن فيها، كيف بدي أتزن عن طريق الضوابط اللي بحطها للطفل. الفروق الفردية مثل ما حكينا إذا ما كانت نمائية إلى علاقة بالجهاز العصبي بتكون أكاديمية. الأكاديمية كثير محلولة اللي هي بتأثر على بتكون ضمن المحيط. أنا شوي بضبط المحيط اللي حواليه، بضبط البيئة الداخلية اللي هي الأسرة واللي هي المنشأ الأول، بعدين بحاول انتقل إذا حسيت ابني فوضوي شوي، عنده تشتت انتباه، إذا حسيت ابني ما عنده تركيز شوي عم يتناسى الأشياء ما عم ينساها. الطفل ما بينسى، الطفل بيتناسى. الطفل إذا كانت حواسه شغالة ما عنده مشكلة بالسمع، لكن هو ما بيحب يسمع إذا بتنادي له أحيانا ما بيجي. في كتير أطفال هيك يعني. تمام، هني هذا الشيء اللي عم بيكون من وراء تشتت الانتباه، لأنه إدراكهم كله وتركيزه مركز على آيباد مثلا. صح. أو مركز على ألعاب، أو مركز على أنه أنا بدي نام بهذا الوقت، لأنه إذا نمت ماما ما رح تخليني أدرس، لأنه الدراسة عندهم عم بتكون بشكل رهاب مثل البعبع يلي لأنه المنهاج صار ضخم، يعني صار فيه حتى المنهاج اختلف. المنهاج ضخم لكنه محبب إذا كان في سياسي محبب للطفل، لأنه الطفل صفحة بيضة. شو ما علمتيه بيتعلم، عنده قدرة أنه يتعلم 12 ساعة وينام 12 ساعة عكس الكبير. صحيح. رئنا ذكرتي نقطة هيك رجعتين شوية بالذاكرة، أنه كان الطفل بيتعلق بريحة ممكن يستحبة، تتذكري المحاية؟ كان تمام. في محايات يعني انا كنت اتمنى اكل اخر شيء. تمام. وفي اصلا ريحه الشعلي او ريحه الصمغ حتى هدول فقدان هلا، ما حتى هدول المحايات ما ضل منهم. تمام. يعني تمام. خلينا نحكي رينا اليوم هدول القواعد والضبط الجديد بحياه الطفل، نحن من اي عمر قادرين نبلش فيه وحتى نكتسب عاده جديده لطفلنا او نعطيه عاده جديده؟ نحن قد ايه الايام يعني 13 يوم او اكثر في دراسات نفسيه؟ كل 21 يوم. 21 يوم لحد هني 21 يوم، ممكن 13 يوم اذا كان الطفل كثير عنده انفتاح بمساراته، واعي فهمان شو بده. الطفل يلي بيكون هو عرفان شو بده بريحنا اكثر من الطفل يلي هو ماشي مثل ما بدك انت كأم او مثل ما ماشي كأب. لكن انا الطفل يلي عرفان شو بده اذا بتنتبهوا الطفل ما بخاف وما بيقدر يقلك ايه اذا هو ما بده. صحيح. بضله كثير محترم، هو اكثر حدا او اكثر كائن بيحترم رايه، بيمشي على رايه بدون اي مثير خارجي، لانه هو عارفان عواقب الاشياء اللي بده اياها، فالاشياء اللي بحبها بحبها. فنحن بس نحترم الاشياء اللي بحبها ونقدر نعمل ضوابط لاشياء اللي بتحبها مو لحياتنا. نحن للاسف بنبرمج حياه اطفالنا على وقتنا. هلق بدنا ننام نحن ككبار، هلق بدنا نطلع من الوظيفه نجي على بيتنا. لا والله كلهم كل الاطفال مبرمجين وقتهم. هاي بدي اقول لك النظره عم تحكي فيها يعني بتحسي مثلا البيئه اختلفت، المجتمع كلهم، وحتى نحن مثل يعني صرنا منفتحين كامهات اكثر. يعني بتلاقي انت مبرمجه اساسا حياتك ليرتاح طفلك. تمام. بس اشرتي لنقطه كثير مهمه، ونحن بنعرف من خلال اللعب واللعب التفاعلي انت فيك توصلي اكبر مخزون من المعلومات للطفل. بس احيانا هي المشكله الضغوطات، يمكن المعيشيه والاقتصاديه والضغوطات اللي هي على كاهل الام. بس غير ضبط القواعد فيني اقول انا يمكن ساعه او نص ساعه او ساعه باخر الوقت انا قادره يعني اسس صح من خلال وسائل تعليم في تفاعل مع الطفل. اليوم طفل مقلد بارع، مجرد ما انت كنت بالمطبخ عم تشتغلي انت عم تعطيه معلومه بدون ما تعرفي. صحيح. مو دائما المعلومات محكيه، مو دائما المعلومات مكتوبه، مو دائما المعلومات اللي هي موجوده بالكتب. تمام. الطفل ليطلع طفل قد حاله مع الايام ويكون قدران يعيش ويتاقلم مع كل اللي حواليه، هو طفل مقلد، بده يقلد سلوك امه ويقلد سلوك ابوه ويقلد سلوك الجيران، سلوك المحيط الاجتماعي. فبالعكس باللحظه اللي انت بتكوني فيها منهمكي بالعمل وعم تشتغلي ومانك منتبهتي له، هو بيركز مية هو معك بكل لحظة. صحيح. لكن أنا بس الشيء اللي احنا لازم ننتبه له كأمهات باللحظة اللي بيسألنا فيها هو دماغه مستعد لحتى يحفظ الإجابة من أجله. أنا دائما بس بنبه على هاي الشغلة إنه نحنا مو كل الأحيان فينا نحاور أطفالنا. أنا بس هو لأنه بيسأل أسئلة كونية طول الوقت، ليش ليش ليش. برافو. لأنه مسارات وعي مختلفة. هون هي يعني الإجابة صح معك 100%، لازم يكون في إجابة أساسا مدروسة، وأحيانا أساسا ما بصير تقولي له ما بعرف لأنه أنت المثل الأعلى. يعني أنا هو بيتلقى المعلومة من أمه. للأسف أنه هذا الشيء ممتد، يعني باللحظة اللي نحن منجاوب ما منعرف، فهو الطفل بده يعتاد على أشياء كتير يعرف ما يعرفها بالحد ما يعرفها، فيبطل مسؤول عنها. لكن باللحظة اللي الأم أو الأب أو أي مثير أو أي شخص عم بينسأل وعم يجاوب الطفل، عم بيجاوب على الطفل، فالطفل عم تتوسع مداركه. وعي الطفل كتير مختلف عن وعينا. وعي الطفل لا محدود، غير مرئي، واسع، منتشر بالفضاء أكثر منينا نحن. وعينا أو عقلنا مبرمج على مجموعة أفكار وعادات وتقاليد وبيئة.
للأسف صح. يعني كل ما كبرنا كل ما تقيدنا، نحن بنفكر حالنا إذا قرينا وتثقفنا وعاشرنا ورحنا وإجينا وخضعنا لعديد من الدورات التفاعلية أو التنمية أو كذا، نحن عم نتطور، لكن بلحظة معينة نرجع لعادات في واقع مجتمع. في عادات ومجتمع إذا ما احترمنا ما رح يحترمنا قد ما كنا، لكن هذا الطفل ما عنده بيئة ما عنده مجتمع، هو وعيه لا محدود، هو أسئلته أصلا مفتوحة، نحن اللي بنساعد على إغلاق هاي الأيقونات. دماغ الطفل فيه 50,000 أيقونة، قلت لكم بوصل لعمر 18 للأسف 3,000 أيقونة المفتوحين عند كل الأطفال حتى نحن ككبار. ليه؟ سبب إغلاق هاي الأيقونات هي سبب عدم بس الأجوبة. بس اليوم مع تطور التعليم، مع كل التطور رغم كل ذلك يعني مع كل التطور بلحظة معينة كله عم نشوفه تفعيل لهي المدارك تقريبا. تمام، كتير حلو وبساعد كتير الطفل إنه هو يوسع مداركه، لكن هاي الأيقونات ما بتنفتح الا يوم بيكون الطفل عايش بمساحه حره. نحن مين اللي بيعطي المساحه الحره الكامله للطفل؟ بلحظه معينه بده ينام، بلحظه معينه ممكن يجيك ضيوف، بلحظه معينه ممكن كركبه معينه ما تعجبك، مودك مو ظابط، ما فيكي اسئله معينه. نحن ما بنعرف، نحن ككبار حتى كاخصائيين ما عندنا صلاحيه احيانا حفاظا على سلوك البيئه نجاوب اطفالنا على اسئله. في اسئله محرجه في اسئله محرجه لنا مو لهم، هن ما بيعرفوا، هن مفتوحين صح. هن عم يسالوك أسئلة إيش تبالهم، مداركهم عم تطلبها، وعيهم استقبالهم للأشياء عم يطلبها، لكن للأسف نحن اللي عم نصدهم. بيكبر الطفل كل ما كان في عدم جواب للسؤال، كل ما بلشنا بالعيب، والعيب بالحق تخلف. طبعا مع احترامي للي حلال حلال والحرام حرام، لكن نحن إذا ننتبه بكل منطقة في عيب ومو عيب بتختلف عن المنطقة الثانية، فهذا بيرجع للبيئة والمنشأ وهو الأسرة أو المحيط الاجتماعي. من هون بتبلش عادة خط أيقونات الأطفال وتتسكر وينتنلغى. طيب رينا هيك بشكل سريع، نحن اليوم كلنا اليوم نعرف الظروف وبنعرف الضغط اللي عم الناس كلها عم بتعيشه اليوم، ما كل الأمهات قادرة أنها تاخد أولادها نوادي أو يتبع كورسات بالبيت. من خلال وجودنا بالبيت وبأشياء كتير بسيطة نحن اليوم قادرين نفعل هدول المسارات. يمكن كتير الطفل بحب يفوت، طفلي أو الطفل بحب يفوت المطبخ مع الأم، شو نحن هدول الشغلات كتير بسيطة نحن قادرين يكونوا معنا وبنفس الوقت نحن عم نعطيهم مهارات جديدة بحياتهم. البنات كتير حلو يساعد الأمهات بالطبخ وهن كتير بينبسطوا بهذا الشيء، قطعوا مثلا القطع والسكب والصب، كل هاي من أنشطة المونتسوري بالحياة العملية اللي هي بتوسع مدارك الطفل. مثل ما حكينا الطفل مقلد بارع، الصبيان إذا كانت عم تساعد شافت أبوها مثلا عم يشتغل شيء معين، فك تركيب تزبيط شيء معين، كمان هي بتكون عم توسع مداركه، لأنه بالحياة العملية بركن المونتسوري في هاي الأشياء اللي لها علاقة بالمسامير وبالفك وبالتركيب وبالتزويد. لحتى نقدر نساعد أولادنا أكثر وما عندنا قدرة أنه يروحوا نوادي أو يروحوا كذا، نحن بس نخليهم معنا، نحاول نحن نسمعهم ونجاوب على أسئلتهم ونحاول نشغلهم بالمهارات يلي نحن عندنا إياها بدون ما نقول لهم لا ما بصير اصحى، وما نخوفهم، الطفل ما بيخاف، فنحن نعطيه كثير ثقة إذا بده يمسك الكوب الماء حتى لو كان زجاجي، إذا بده يمسك السكين ويقطع حتى لو كان هذا السكين حاد، لكن تحت توجيهنا وإشرافنا، كل هاي الأشياء مجرد ما الإيد عم تشتغل بتفتح مسارات وعي وبتشغل الدماغ أوسط للطفل. أكيد بدنا نشكرك الأستاذة رينا أيوب استشارية الطفولة مبكرة، موضوع كتير مهم يمكن، ودائما معك مساحات فينا ناخذ منها معلومة مهمة. شكرا كتير لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا اليوم لحضورك ولكل المعلومات. يسعد صباحك على طول. يسعد صباحكم، شكرا لكم.